السبعة على التوالي بيطلق المجلس القومي للمرأة حملة 16 يوم، وال 16 يوم دول بيكونوا مخصصين لأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة. وطبعا الموضوع ده بيحتفل بيه العالم كله كل سنة من يوم 25 نوفمبر والحد 10 ديسمبر. الحملة السنة دي شعارها حلو جدا، شعار ببساطة شديدة جدا كده، نحط كذا خط: كوني كوني أنا وراكي كوني. الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة قالت إن الحملة ضمن جهود المجلس لمناهضة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله في كل محافظات الجمهورية، وده سواء من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، وكمان من خلال يعني لازم عايزين يعرفوا بالمخاطر الصحية والنفسية اللي بتعاني منها المرأة عندما تتعرض لهذا النوع من التصرف. إن المجلس كمان بتقول الدكتورة مايا إن المجلس شغال على الحملة من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة، وده بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعي والتعريف بالقضية المهمة جدا زي ما أنتوا عارفين. كمان دكتورة مايا مرسي أكدت حرص الدولة المصرية خلال الثمان سنين الأخيرة على بذل الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف اللي بتمارس ضدها. بدأت بدستور 2014 اللي نص في المادة 11 على جملة مهمة جدا، وهي تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف. وقالت دكتورة مايا مرسي كمان إن تبني الدولة المصرية النص الدستوري ده لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالتزامات دولية معينة، ولكن خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمة هذا الدستور أو هذا النص في الدستور في استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات كلها بتتكاتف لأن تنفذ من قبل مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة لدعم المرأة. شوفوا، مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء نشر إحصائيات فيها أرقام مهمة جدا وخطيرة في نفس الوقت، وده تحت عنوان اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. هو أشار إلى أن 85% من النساء حول العالم تعرضوا للعنف الرقمي. نفهم بقى يعني ايه العنف الرقمي ده. انا طبعا وقفت عندها قلت ايه العنف الرقمي ده هو. فده طبعا من خلال الانترنت، وانك تنشري حاجة وتلاقي سلسلة من البذاءات والسخافات والتدنيات ما تبقيش عارفة توقفيها. فده ايضا نوع خطير جدا من العنف، يبقى هو العنف من خلال الانترنت. وانه 45% من النساء أو يعني النساء تعرضنا 45% تصوري تعرضنا لصورة من صور العنف حول العالم كله. يعني الواحد يقول إيه، لا يعني كل أصحاب محدش بيقدر يمد إيده تبص فاهمة كده، لكن واضح إنه 45% يعني تقريبا نص الستات نص الستات في العالم اتعرضنا للعنف. فالواحد ما يقولش لا ده حاجة بسيطة، لا دي عاملين لها حدوتة ليه، لا هي حدوتة لأن انت مش هتتعرضي ولن تقبلي واحنا وراكي وانت كمان تبقي قوية وكل حاجة، وبتفوتي عشان العيال احيانا وبتفوتي عشان ما اعرفش المعيشة احيانا وحاجات كده، لكن في عنف ولازم نعرف ان دي مشكلة خطيرة جدا. صحيح. ماشي صحيح. أوكي. عشان كده حدش يمد ايده، فاهمين ولا لا؟ حدش يمد ايده بس مش ايده، ولسانه صح وحركاته كل ده صحيح يعني. ايوه، وبيقول لحضرتك والكيبورد بتاعته كمان. والله ده حقيقي، ما هو ده العصر اللي احنا فيه يعني. عشان كده احنا في السفيره عزيزه ان شاء الله مستمرين في الحمله دي مع حضراتكم، سواء برسائل دعم، بلقاءات، حوارات، تغطيه الفعاليات، ندوات، كلها ليها علاقه بالتوعيه يعني بهذه الحملة المهمة، حملة مناهضة العنف ضد المرأة.